وانا عايز اقول الصراحه، انا حرامي. ايوه انا حرامي، وانا فخور ان انا بشتغل حرامي. انا ما اعرفش الناس بتكره الحراميه ليه، مع ان الحرامي ده اهم واحد في المجتمع المصري، ده هو اللي بيخلي المجتمع كله يشتغل. انا اقول لكم ليه، انا لما بنزل الصبح رايح الشغل، رايح اسرق ست كبيره عجوزه في السن، بيحصل ايه؟ الست بتصوت بتقول حرامي، فالضابط بيعرف فبيجي يمسكني، فالضابط بيشتغل. والست بتتعب بتتخض بيغمى عليها بتقع في الارض، بيجي لها الدكتور، فالدكتور برضو بيشتغل. واما بروح القسم بيرفع عليا قضيه، فبيجي محامي، فالمحامي برضو بيشتغل. بروح المحكمه القاضي بيحكم عليا، فالقاضي كمان بيشتغل. اقعد انا بقى في البيت واشرد العالم دي كلها. اريح يعني وادمر الاقتصاد المصري؟ انا بعمل كل ده ليه؟ بعمل ليه انا كل ده؟ ما عشانك وعشانها وعشان وعشانكو. انا بضحي بنفسي كل يوم وبكرامتي وبتهان، كل ده ليه؟ والله العظيم كل ده ما عشاني، ده عشان مصر. والله حبوا البلد يا اخوانا، حبوا البلد شوية. انا مش هعمل كل حاجة لوحدي. الشقة انا جاي اسرق الشقة دي في حب مصر بقى، مش ناقص غير المعلم خطاف يجي ونسرق الدنيا كلها. انا مراقب له الشقة والشقة امان. الشقة امان يا معلم. كله تمام يا ده سلبة؟ كله تمام يا معلم، اتكلنا على الله. ده سلبة. ها كله تمام؟ كله تمام. انا عايزك تسرسق ودنك يلا، يكون في فار ولا عرسه معديه. اعمل ايه؟ سرسق ودنك. اسرسق ودني؟ اه. وده سرسقها ازاي يا معلم؟ طرطق ودنك. يا اطرطق ودني؟ اه. اطرطقها ازاي يا معلم؟ يعني نبتديها غباوه؟ ارمي ودني. اه. واسمع ازاي يا معلم؟ يلا انا قلبي موغوشني من العمليه دي. اه. ليه؟ اول مره اعمل عمليه من غير ما اصلي صلاه استخاره. انت بتصلي يا معلم؟ لا. اما ليه متوغوش؟ ياد مش عارف قلقان، في قلق هنا في المنطقه. أوه. النور بتاع الشقه منور والشباك مفتوح، اكيد في حاجه غلط. يا ايه؟ في حاجه غلط. يا انت قلت لي راقب الشقه؟ اه. يا سلام، انت راقبتها؟ اه. ياد انت مش مركز معايا يا ابن البتاع اللي انت بتشربه ده. ليه يا معلم؟ ده البتاع ده كله حشيش. ده انت بتشرب الوفد ياد؟ وايه ده، كلمات متقاطعه؟ هحلها. ما اعرفش قلقان. يلا قلقان. اهم حاجه. ايوه. كله تمام؟ اه. يعني الشقه انت شايف انها مظبوطه مفيش قلق؟ اه. طيب يلا نتكل على الله. اه. بقول لك ايه يا حبيبي، انت كل ده بتطلع على السلم؟ يا روح قلبي، في ناس لقيتهم نازلين، خفت يشوفوني عشان سمعتك يا روحي. ايه الصوت ده؟ هلا. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ صوت الست والراجل اللي كانوا بيتكلموا دلوقتي. ايوه. دي تهيؤات. هات مش تهيؤات، دي حقيقة. هلا والله يا معلم تهيؤات، انت متهيأ لك. انا مش، هو انا اللي شارب ده؟ انت اللي شارب. يلا. اه. استنى استنى. إيه؟ تعالى يا حبيبي نخش الأوضة. هيخش الأوضة؟ يلا بينا على الأوضة. في ايه؟ هلا ادي احنا في الأوضة. أمال احنا في ايه؟ تعالى تعالى تعالى. يا نهار اسود. بوب بوب بوب. ارجع ارجع ارجع. عربية الشرطة تحت. طب ما تيجي ننزل للشرطة. يا دي احنا حرامية. يلا. قبل ما يطلعوا لنا. يا دي احنا حرامية. يا ده انا بعلمك. يالا. اه. انا حرامي قديم وانت بتتعلم من. بص انا كام خط. اه. وانت كام خط. اه.
قدامك مشوار لسه. هلا. ما انا عايز اتعلم يا معلم. يبقى اسمع كلامه خلاص. انت جاي تتفاجئ. تسمع كلامه مالكش دعوه. اسمع ايه الكلام؟ السلام. تعال ورايا نستخبى في الدولاب. نستخبى فين؟ نستخبى في الدولاب. اشمعنى الدولاب؟ ولا انت في حد يلا اكيد قلت له ان احنا جايين النهارده. لا لسه. طب تعال ورايا. يا نهار اسود. تعال خش. ايه؟ خش في الدولاب. هتزنقنا في الدولاب. ياد ما تخافش يلا من الدولاب. نهرب. ولا انت بتفكر؟ انا قلت لك فكر؟ لا. خش. خش. حبيبتي. حبيبي. عمال ادور عليك واتريك هنا يا جنبي. عمال ادور عليك واتريك هنا يا جنبي. يا شاغلني تتترى طمني تتترى. صحيح عمال اقول لك امشي يمين في يمين في مين. وانا جاي لك عشان امشي يمين. انا جاي لك عشان امشي شمال. وبعدين يا روح قلبي اللي يعرفك لا يمشي يمين ولا شمال. امال يمشي ازاي؟ يستخبى يا قلبي. تعال استخبى يا روحي. استخبى فين؟ جوزك لو جه هيذبحنا. هو انا ما قلتلكش؟ لا جوزي مش جاي النهارده. بس هيغيب اسبوع. يغيب اسبوع ايه؟ اسبوع بحاله هيغيب. اسبوع ايه اللي فعله؟ بقول لك اسبوع بحاله هيغيب. ايه ده؟ انا ازاي وصلت المكان ده؟ زي ما انت، ده انا ههد الدنيا. ههد الدنيا عايز امان. تعالى. لا 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 اهدي شويه لو سمحت. رايح فين؟ اهدي شويه. لا ما تفرهضنيش. انا نتكلم شويه ندردش. ندردش؟ مش كفايه ان انت جاي متاخر؟ جاي متاخر ليه؟ كنت في السيرك. كنت بتعمل ايه في السيرك؟ انا بشتغل في السيرك. شغال ايه؟ انا الساحر السيرك العظيم. ايه ده؟ انت ساحر السيرك؟ انا ساحر السيرك العظيم. طب لو انت ساحر بجد وجداني. بجد وجداني. عايزك تسحرني؟ اسحرك. عايزه تبقي ايه؟ عايزه ابقى شبه هيفاء وهبي. لا دي مش عايزه ساحر. امال عايزه ايه؟ عايزه المقاولين العرب. عايزه لودر يجي يسفلي دهونك. طب عموما يا حبيبي انا اللي عايزه سحر ولا بتاع. انا عايزك تيجي جنبي. اجي جنبك فين يا قلبي؟ هنا اهو يا روحي. بس كده؟ اجي لك يا روح الروح. تعالى يا روح. اجي لك يا قلبي. ابوس ايدك سيبيني اروح، عندي اطفال صغيره، عندي عيال عايزين يشوفوني. مش هينفع الكلام ده. الكلام ده بقى كده مش نافع، ما تضايقنيش يا حبيبتي. مش على طول كده، ناخد وندي في الكلام. ماشي يا ندردش مع بعض. يا عيني ايه دي؟ العلبه الذهبيه يا وليه. يا ست الكل علبه دي علبه الشغل بتاعي. علبه السحر. علبه السحر بتاعي هي دي. طب بتعمل بيها ايه؟ انا ما اعرفش اشتغل من غير العلبه دي. انت مثلا تفكري في اي حاجه، اي حاجه تفكري فيها تظهر جوه العلبه دي. اي حاجه اي حاجه. بس بشرط. إيه؟ لازم يكون معاك النجمه السحريه. اهي النجمه اهي دي. خدي بالك النجمه دي ورثها عن جد جدودي. خدي بالك عشان هي دي اصل الحكايه. ماشي. لما تلبسي النجمه دي وتفكري في اي حاجه بتركيز وثقه تظهر في العلبه دي على طول. ماشي. يلا. هتفكري معايا دلوقتي. العلبه فاضيه زي ما احنا شايفين اهي. العلبه فاضيه خالص. يلا فكري. فكرتي. اسمع سقفه كبيره قوي. ايه ده؟ ساندوتش؟ ده سخن. ما هو لسه طالع. ساندوتش؟ خلاص يا حبيبتي. عايزه ابهرك يا حبيبتي. عيني يا روحي. عايزك كده تفكري بحاجه حلوه بقى. حاضر يا قلبي. يلا يا قلب القلوب. يلا بينا. يلا. العلبه فاضيه زي ما احنا شايفين. العلبه فاضيه اهي، ما فيهاش اي حاجه من جوه. يلا فكري. فكرت. اسمع سقفه كبيره. لا ما مش قصه بقى. هو انا ايه، مخبز؟ سندوتش تاني؟ ما انت بتطلب واحد والتاني مجانا. ده علبة السحر مش مايكروويف. ارجوكي انا ساحر مش بتاع دليفري. خلاص يا روحي. يا حبيبتي عايزه ابهرك يا روح قلبي. طب استنى بس، انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. علبة السحر وعرفتها، انت في السيرك بيبقى قدامك صندوق كبير قوي. تفتحه وتقفله بيبقى فاضي. طبعا. تيجي تفتحه تاني بيبقى فيه بنت. جات ازاي؟ مش انا ساحر؟ والصندوق ده بيبقى موجود في قلب السيرك. انا بحط العلبه دي في الصندوق والبس النجمه السحريه
وافكر في البنت بتركيز وثقه تظهر في الصندوق الكبير. بس كده؟ بس كده. طب اعمل لي لعبه سحر ثانيه. اعمل لك لعبه وانا جاي بعد العب لك سحر بقى عشان خاطر احسن من اي حاجه بنعملها. ماشي. اعمل لك لعبه السيجاره؟ ماشي ماشي. معاك سجاير؟ لا. امال صياعه على الفاضي يعني؟ في طفايه هنا؟ لا مفيش. مفيش طفايه؟ نجيب طفايه من الهوا ونحطها هنا ونطفي سجاير بقى. ايه رايك في اللعبه؟ ايه ده؟ مش حلوه؟ جامده جدا. نطفي السيجاره بقى. نطفيها؟ نطفيها خالص ونفركها جامد قوي 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 قوي. أبهرتك بصراحة. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي تشتغلي معايا. فين؟ في السيرك. أشتغل إيه؟ تعال تعال اشتغل في السيرك هتلاقي حاجات تشتغليها. تعرفي تنططي كرة بلاستيك على مناخيرك كده؟ إشمعنى؟ كلب البحر توفى. كلب البحر توفى؟ آه تعالي اشتغلي مكانه ده عسل. سمك رايح جاي وانت تنتشي بقى من الهواء. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ قول يا روحي. انا كنت عاوزه اطلب طلب. ايه؟ تيجي معايا المطبخ. هو انت عايزه مني ايه النهارده؟ عايزه تيجي معايا. عامله اكل بقى عالمي. عالمي؟ اه اجي معاك المطبخ. يلا يا روحي. يا سلام. يلا يا روحي. بقول لك ايه؟ قول اجي معاك اللي انت عايزاه بس ليا طلب صغير. امرني. اروح عندي اطفال صغيره. تعالى اروح بيتنا. تعالى يا حبيبي. يوه امشي عليك. بقى قدامنا بقى. عايزه ايه مني؟ عايزه ايه؟ يا نهار اسود. شفت يالا؟ شفت يا معلم. الست بتخون جوزها. الست بتخون جوزها وجايبه الواد معاها. وجايبه الواد معاها. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. واحنا قاعدين في الدولاب. واحنا قاعدين في الدولاب. انت بتعيد الكلام ورايا. امال انا جايب مساعد معايا ليه؟ يا تقول حاجه جديده. ايه؟ ما انا كنت اجي اقول الحاجه مرتين وما اجيبهاكش وخلاص. ايه ده؟ ده نسي الصندوق بتاعه. ما صح. ما حقيقه. الصندوق بتاعه فيه. ياه. الصندوق ده يالا اللي فيه السحر كله يالا. انت خدت بالك؟ انا واخد بالي. يقعد يطلب الحاجه من هنا وتنزله. بس الصندوق ده فاضي بجد يالا. ما هو بقى ده سحر. الله على المعلومه. الله. سحر. سحر. امال ايه؟ سحر. سحر الدنيا. يعني الصندوق ده الواحد ممكن يطلب اي حاجه. المفروض زي ما بنسمع ونشوف. انت بتسمع؟ مش الوليه قالت كده؟ هي والست اللي كان الراجل اللي كان معاها. الوليه والست اللي معاها. هو الحجم يدي على وليه وست فعلا. طب خد يا ده. انا اتمنى اي حاجه. يا معلم. يلا وانت طلعها لي من جوه. بس فكر لنا في حاجه حلوه يا معلم. ماشي. والنبي. حاضر. ماشي يا معلم. كان دي فرصه اصلا. ايوه انا عارف. ماشي. بس فكرت. فكرت يا معلم. اوبا. اوبا ايه؟ مفيش حاجه؟ انت فكرت في ايه يا معلم؟ فكرت في فلوس يالا. هي فين الفلوس دي؟ بس النجمه اللي في رقبه الوليه يالا. لازم تكون لابس ايه النجمه دي وانت بتطلب الطلب او بتتمنى الامنيه، فتقوم الامنيه طالعه لك. ونروح عاملين اي حاجه؟ زي الساحر. كده اهو هربع تطلع الحاجه على طول. هربع؟ تطلع الحاجه. نعمل ازاي؟ زربو. طب يبقى احنا عايزين النجمه دي يالا. احنا عايزين ايه؟ النجمه دي. يا سلام.
النجمة دي عايزينها يا له. لازم يا معلم. النجمة دي احنا عايزينها. دي معلومة جديدة خالص. يبقى احنا لازم نتصرف ونجيب النجمة دي من رقبة الولية بأي طريقة. لازم يا معلم. لازم. لازم يا معلم. طيب. احنا نعمل لها ايه؟ هنجيب النجمة. ازاي؟ من رقبة الولية. ماشي. ان شاء الله نقتلها. نقتلها يا معلم. ربنا يستر. ربنا يستر. بص لي كده الشرطه واقفه لسه ولا ايه عشان ناخد النجمه ونجري. ما تقلقش يا معلم انا خدامك يا سيدي المعلمين. يلا شوف. ماشي. ايوه يا فندم. ايوه. المعلومات اللي عندنا بتقول ان اللي اسمه خطاف والواد الاهبل اللي معاه هيعملوا شغل حلو النهارده في المنطقه. صح. حصل سعادتك ومأمنين المنطقه بالكامل. زي الفل يا شرطه. وان شاء الله باذن الله هنمسكه. جدعين يا شرطه. هي دي الشرطة! أحسن شرطة! أنت فرحان ياض! أمال إيه يا معلم؟ ده بيقول لك هيمسكونا أنا وأنت! ده بيقول هيأمنونا! يأمنونا إيه؟ يأمنوا الناس مننا يا ابني! إحنا حرامية! إحنا حرامية! أيوة. هم شرطة جايين يمسكونا! أيوه! أيوه إيه؟ يبقى إيه؟ إحنا لازم نتدارى! ونتدارى ليه يا معلم؟ ما هو وكذبه! ما قالوا الصح والحقيقة وكل حاجة! ولا سلبة! إيه يا معلم؟ ده قلت لحد إن إحنا جايين النهاردة العملية دي؟ إن في حد بلغ علينا يا معلم! ايوه انت قلت لحد ان احنا جايين العمليه دي؟ عيب يا معلم انا ما قلتش لحد ابدا. قلت لحد يا سلبه؟ يا معلم عيب. سلبه. والمصحف فيه ايه؟ والمصحف فيه ايه؟ ده سؤال. ده بترد على السؤال بسؤال؟ انت قلت لمين ان احنا جايين؟ اعترف يا ياض. ما قلتش غير البت نوسه خطيبتي. بت نوسه مننا وعلينا استحاله هتبلغ. أيوة. مين تاني يا ياض؟ وامي بس. أمك استحالة يعني تسلمنا ولا تسلمنا؟ أنت بتضايق أمك ياض؟ لا عيب يا معلم عشان بس تبقى عارفة أنا رايح وجاي منين. قلت لمين تاني ياض؟ والواد سيد الشغال بتاع القهوة. لا ده أهبل زيك مش هيعرف يقول حاجة. مين تاني ياض؟ عيب يا معلم ما قلتش لحد. قلت العبد والمخبر. ده مخبر يا معلم ده يودينا في داهية ده. اللهم صل على النبي. الحلاوة دي. عارف إن المخبر يودينا في داهية؟ ما قلتلوش يعني. أنا قلت للبت سامية بنته بس. يا دورت السامية ما اكيد قالت لابوها يالا. وتقول له ليه؟ ياض عشان ابوها ياخد بنت على قفانا ياض. يا سلام. انا مش فاهم يعني انت هنستعجب النهارده ونشتغل بكره يعني ولا ايه؟ ما تخلص بقى يا حبيبي ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده ايه ده؟ خش على الدولاب خش على الدولاب. مش معنى الدولاب ياض ما هو ده المكان الوحيد اللي هنستخبى فيه. ده اللي بنتزنق فيه ده. ما يجراش حاجه بس على ما نعدي. يا رب خش خش. انت تعرف يا حبيبي ان ضحكتك دي شبه ضحكة جوزي؟ والله؟ ده شغال في السرب. بيشتغل ايه؟ مدرب اسود. اروح اروح والنبي جوزك مدرب اسود؟ هو اسمه ايه جوزك؟ جوزي اسمه كريم. يا نهار اسود ومنيل ده زميلي شغال معايا. لا والله؟ انت ازاي تطلعي مراته؟ طب خلاص ما تخافش هو اصلا هيغيب اسبوع. انت هيغيب؟ في ايه؟ الصندوق بتاع السحر بتاع فين؟ الصندوق اللي انت كنت ماسكه؟ ايوه الصندوق. في راح فين الصندوق؟ لا يكون في حراميه في البيت. حراميه ايه؟ في بوليس تحت. مش هيجي حراميه هنا. طب نعمل ايه؟ انا عايز الصندوق. ما بعرفش اشتغل من غير الصندوق. عايز الصندوق بتاعي. اعمل سحر انا ازاي بقى انا دلوقتي؟ طب يا حبيبي ممكن يكون خدناه معانا المطبخ. هو انت عايزه تروح المطبخ وخلاص؟ صدقني ممكن يكون كلامي صح. تعالى بس. تعالي. تعالي يا روحي ما تخافيش تعالي. يا نهار اسود ده كريم جوزك جه. ايوه جوزي. جوزك اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه. قلت لك جوزك هيجي في اي وقت وهو جه. مراتك تيجي تطب علينا يا كرمي وتقفشنا. بقول لك ايه ما توتريناش دي ليله حلوه والليله عيد. يا نهار ازرق الحقني يا ماهر كريم بيخوني. معلش يا طهره انا لازم امشي واسيب البيت ده. انا اللي عايز امشي واسيب البيت ده. انا همشي واسيبه له خلاص. انا همشي انا نط من البلكونه. طب ما في بوليس تحت. طب اعمل ايه؟ خبيني خبيني في اي حته. طب خش الحمام. مش عايز اعمل حمام. خبيني في اي حته. خش الحمام. استخبى في الحمام. فين الحمام؟ هنا اهو اهو. هنا الحمام. خدني معاك عشان اسمعهم بيقولوا هو ايه. هو انت عايز تيجي معايا وخلاص يا حبيبي؟ امشي. هو ده جوزك جاي يا وليا. الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. الواد بيقول الاه اه, آه,
يا سلام، دي ليلة عنب بإذن الله. إن شاء الله يا رب. تعالي يا روحي، ما تخافيش، تعالي، ما فيش حد هنا. في إيديك قوة تهديك بال، في إيديك قوة. يا لهوي، شوف انت عاملة ازاي وانا متجوز واحدة عاملة ازاي. متجوز خرتيت. الولية خدت مفارش السرير وعملتها بلوزات ولا دي ايه؟ بصي، راجل وست ستات وربنا، حاجة غريبة. بقولك ايه؟ ايه؟ دلعيني احسن، انا محروم من الدلع. دلعيني. كرومي كرومي يا حلوة يا بطة. ايوة. شوفي كرشو يا اختي يا قطة، يا خويتي بوسة لجيجي، يا خويتي يسلم فمه. يا لهوي على فمه. يا لهوي. الله يا كرومي، الشقة جميلة وواسعة. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده يا كريم؟ في ايه؟ البلكونة مفتوحة والنور منور، هو مراتك تكون هنا وتطب علينا وتقفشنا. بقول لك ايه، ما توترنيش وتجيبي سيرة مرات، انا ممكن اقطع الخلف وانا واقف دلوقتي. ما تجيبيش سيرتها على لسانك ابدا. لا لا، انا خايفة، حاسة ان في حد في الشقة، ممكن يكون في حراميين. حراميين ازاي؟ في بوليس واقف تحت. مفيش حراميين، ما تقلقيش. لا لا، انا خايفة، اعمل لي حاجة. انا هتصرف وهعمل كل حاجة، ما تقلقيش. ثانية واحدة، استنيني حالا، انا جاية يا روحي. ثانية واحدة. عملت ايه؟ قفلت الباب بالمفتاح عشان محدش يزعجنا. وادي المفتاح اهو. يا شقي يا جامد يا نوتي. ياه، من زمان كان نفسي حد يقول لي يا نوتي. تعالى يا كريم. ايه؟ بص، انا قلقانه. مراتك لو جت دلوقتي وشافتنا في الوضع ده هتبقى مصيبه. يا ست ما تخافيش، بقولك ما تقلقيش بقى، انا قايل لها ان انا مسافر اسبوع، فما تقلقيش بقى، دي ليله حلوه. اصل انت عارفني اموت في الانبساط، لكن مشاكل ما بحبهاش. ومين بيحب المشاكل؟ مين بيحب المشاكل؟ انت بتحب المشاكل؟ احبوش. طب احبيه بقى، وحات امك احبيه، عشان كده كتير والمصحف ليه لعب. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. لهوك اخرسي، اوعي كده. مين اللي في الحمام؟ مساء الخير يا حاج. يا لهوي، دي هتقسمنا اتنين انا وانت دلوقتي. دي انت متعرفيهاش. انا عايزه المفتاح. دوري دوري على المفتاح عندي. دوري. ازيك يا حاج، عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يبارك لك. خلي بالك لا تتزفلطي، تيجي تتكسر رقبتك. انا مش لاقي المفتاح، عايزه امشي. طيب ازيك يا حاج، عامله ايه؟ تعال خش الدولاب، خش الدولاب. ايوه تعال. والله انتوا مين يا عم تنيل في اللي انت فيه؟ خليك خليك. ها ابعد. ازيك يا حاجه؟ ايه ايه، اللحمه جت الجمعيه. الحمد لله. يا ادخل بالبضاعه ما تطلعش. يالا انتوا مين؟ ازيك يا حاج، عامله ايه؟ ايه ده، ايه ده الجمال ده؟ الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك يا حاج. الله يخليك. انت مش قلت ان انت هتتاخر اسبوع؟ ما انا قلت بقى اعملها لك مفاجاه. بعشق مفاجاتك. فاكر المفاجاه الاخيره؟ فظيعه. المصيف. ودي حاجه تتنسي؟ بس احنا من ساعه ما رجعنا عايز اسالك سؤال وبنسى. ايه؟ احنا رجعنا من البحر دي لنا كتير. ليه ما بتلبسيش التوق؟ توق ايه يا حاج؟ دي العوامه دي، ولا انت نسيتي تقلعيها، ولا ايه دي؟ لا، ده البحر الميت يا حاج. البحر الميت. حتى بقول لك البحر إيه؟ ما استحملش وما... ايوه يا روح. تعال اقول لك على حاجه. زي ما يكون بيستهيأ لي يعني، ان انا سمعت صوت واحده معاك. واحده؟ فين الواحده دي؟ دي حتى كانت بتقول لك يا كرومي. ده اسد جايبه معايا من السيرك، بدربه على فقره جديده، ما تقلقيش. يا ما شاء الله، الاسد هيقول لك يا كرومي؟ هو انا مبعد محاره؟ انا مش مدرب اسود؟ اقول للاسد تعالى اقعد على حجري، يقول لي تعالى اقعد على حجري، نقعد على حجر بعض. تبعلك انت يا حاجه. ايه ده، انت بتزعلي يا كريم؟ انا بزعلك يا حاجه. ما تزعليش يا كريم. لا زعقلك بقى. ما تزعليش يا كريم. يا نهار اسد، انت بتزعلي؟ خلاص يا حاج. انت مجنون. خلاص يا حاج، الله يهديك. انت بتزعلي يا حاجه، يا بنت المفتريه. انت بتزعلي والله، بتضربي بجد. اول يا تروما.
مظلومه. ايه ده؟ انت بتضربني؟ تضربني يا كريم؟ انا هجيب لك امي يا كريم. هاتي لامي. انا عايز امي. في ايه؟ ايوه يعني ايه بقى ماما؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ احنا اللي نسال ايه اللي جابك هنا. معرفش يا كريم، والله كنت قاعده مع ابو كريمه كده، قعدت صفا قال لي مش هتقومي تطفي النور، قمت طفيت النور جيت على هنا على طول. جايه تكملي الحلم هنا يعني؟ اللي اتبخت بعيد عنك. الحقيني يا ماما، اللي اتبخت انا كمان، كريم بيخوني. كريم ايه يا بنت؟ كريم بيخوني. اتكلي على راسي بيهولي. ماشي. ايه يا كريم؟ يا حماد انت بتخون البيت؟ لا وربنا، ده البيت دي مفيش زيها، ده انا ربيتها احسن تربيه، ده الوحيده اللي عرفت اجيبها من ابوها. وانا ذنبي ان الحاج مقصر؟ انا مالي. بس يا كريم. ماشي يا حاج خلاص. ايه ده؟ ما تسمعش نفس. بقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ يا سلام، انتوا خارجين من الدولاب؟ طب ما امي خرجت، ما استغربتيش ليه يعني؟ حاجة عجيبة جدا يا اخي. انا عارف. ايه ده؟ ايه؟ انتوا مين يا جدعان؟ ايه اللي احنا مين؟ خليكوا في اللي انتوا فيه والنبي. خليكوا، انا كنت في الدولاب انا والحاج. مش انت كنت في الدولاب؟ كنا في الدولاب، انا كنت في رف البوكسرات. وانت كنت فين؟ أنا كنت قاعد في شراب الولاية دي. طب أمال إيه؟ ما إيه؟ الدنيا كانت زي الفل جوه والله. أمال إيه اللي خرجنا من جوه؟ أنا عارف. أنتوا مين أنتوا؟ أنتوا جايين هنا تعملوا، أنتوا بتخونيني يا كريمة، بتخونيني مع اتنين يا كريمة. أديك قلت كريمة عادي. إيه يا ابني؟ إيه الدولاب ده؟ أي حد تايه كده؟ ده تايه، ده تايه، تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. أنت مين؟ أنت عايز إيه؟ سيف ما جاش هنا؟ سيف مين؟ سيف. سيف. سيف ما جاش هنا؟ سيف. مفيش سيف، أنت بتخونينا يا كريمة مع واحد تالت غير الاتنين يا كريمة. لا 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 لا، لو سمحت. أنا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها. لكن عمري ما خنت واحد صاحبي. يا سلام، ما انت خنتنا اهو. وانت صاحبي؟ ايوه. ايه يا عم؟ ما تكبرش المسائل. لا. سيف هنا؟ لا مش هنا. طيب يا جماعه انا متاسف، بس لحظه واحده بقى اتاكد سيف فين. اتفضل. ايوه يا حاج، اديني سيف. كمان سيف. هات التسعه يا حاج. لا ما عجبهمش، اقفلي يا حاج اقفلي. انت جاي، انت عايز ايه مننا يا عم؟ انا متاسف يا جماعه، انا تقريبا تايه، انا اسف جدا. مين دي يا باشا؟ دي مراتي يا سيدي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. انت ربنا مديك جوهره. لا جوهره ايه، انت مديك الساغه كلها. الله اكبر، خلي بالك منها. دي في عيني. لا عينك ما تكفيش، حطها في عين السيره. ها؟ يلا سلام. لو سيف جه قولوا لي. حاضر. انا في سلام عليكم. مع السلامه. سلام عليكم. ارجع جوه الدولاب هتلاقي نفسك مكان ما كنت تايه. حاضر. مع السلامه. ده ايه الدولاب السحري ده؟ ما هي دي الفكره يا جماعه، واضح ان كل ما الست دي بتتمنى حاجه بتحصل يعني. اتمنى. انتوا حراميه، انتوا مخططين حراميه صح؟ انتوا حرام. انا الدنيا هتولع والله، الدنيا هتولع واحنا عايزين المطوفي. الكلام ده مش يعني. وده جاي منين ده كمان؟ من الدولاب. لا احنا لازم نرش الدولاب ده، بدا يطلع منه حاجات مش هنفهمها. ده ايه ده؟ ايوه حضرتك مين؟ يا سلبة، اتصرف معاه. انت ايه؟
امتى ايه؟ يا ابني انا بقالي سنة نفسي افهم انت. امتى ايه؟ ها؟ يعني انا مش عايز نبقى اصحاب. مش بتعرف عليك، انا بس مستعجبك. امتى ايه؟ الفرصة جات لك تاني يا ابن الكلب. مش هتيجي تاني. طب انت بتطلع لي انا بس؟ يعني الناس دي شايفينك؟ ولا بتطلع لي انا بس ولا انت ايه؟ اتكلم يا ابني، قول في ايه؟ قال لك ايه؟ مش عايز يرد يا معلم. انت يعني انت عايز ايه يعني؟ يعني انت معانا عادي يعني؟ يعني وانت نازل بالبيت وتقول لهم رايح امثل؟ واول واحد يقول لك عايز النسخه بتاعت السيناريو بتاعتي. ومكلفنا نسخ وما بينطق خالص يا معلم. طب اشرح لنا. يب يخرب بيت غموضك. اشرح لنا انت ايه مثلا؟ هيشرح هو ايه؟ ده هيدينا حاجة من قطر ويعني احنا نكشف. ايه؟ يا حول الله. انت ليه يا ابني كلامك قليل في الحياة؟ العمر بيجري. عايز تخش الحمام طيب ولا ايه؟ وأكيد بياخد نص أجر. ايه ده انت شمعة؟ انت شمعة يا ابني؟ راجل مطافي. لا ده عيد ميلاده. ايه يعني انت بتاع مطافي؟ شوف يا سلمى. يا ابني انت ايه؟ انت هتقعد تطلع شمع وتولع فيه؟ انت يا ابني انا مش هسيبك النهارده غير ما فهمت ايه؟ في ايه؟ انا بقالي سنه نفسي اقول لك انا ايه؟ بس محدش راضي يديني مايك. لا حول الله. تعال اديك مايك. تعال خش جوه تلاقي واحد تايه. قول له فين المايك بتاعي؟ ها يا لهوي يا معلم، ده طلع صاحب قضيه. راجل حاولنا معاه يعني. طب يا جماعه واضح ان المشكله الاساسيه في الدولاب. دي كنا ناسيينها. تعال كريم انا عايز امشي. اطرق. امشي. ايه ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه الجمال ده؟ مرايتي بقت جميله. انا مالي بقيت عسل كده ليه؟ في كده؟ طب كده؟ ايه العسل ده يا نوسيني؟ مساء الخير. ايوه هو ده الصوت اللي انا سمعته. هو ده الاسد يا كريم؟ لا ده الفرس. لا على فكره ده انا كنت نايمه نانا وفجاه النور قطع وكده ولقيت نفسي هنا فجاه. ايه ده؟ ممثله فاشله قوي يا لك. جملتين مش عارفه تقولهم. دي برضه فاشله يا معلم. يا الجملتين مش عارفه تقولهم. يا دي مش لازم تتكلم. دي تهب على الناس كده بس. لا حول الله. لا 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 على فكره مش فاشله، ممكن اوري حضرتك دلوقتي ان انا بعرف امثل. طب وريني بتعرفي تمثلي ازاي؟ ماشي. اصل انا مولوده في ايدي سجاره. تررين تررين.
ارقص في الثانية عشر رقصات. ما بس ما بس ما قلت لك اسكت. انت عايزة يسكت ليه يا ولية؟ هي البلد دي كده، اي حاجة حلوة يبوظوها. واضح يا جماعة ان الدولاب ده بيجيب حاجات كتيرة جدا، كلنا طلعنا من الدولاب يعني. ده ايه ده؟ والله يا استاذ انا حاسس الدولاب ده من العصر الحجري يعني. دم ده قلم ده قلم ده قلم ده قلم ده قلم ده 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 ايوه 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 ايوه. استاذ ابو الليف انا بحب حضرتك قوي. وجدوا بس انت طلعت خرنج اهو عادي، ايه المشكله؟ وجدوا شقك. لا وضع شقك ايه، خلاص انا اسف. نتعرف ببعض. انسان بدائي. انسان اعدادي. انت هتهرج اي شحات من السيده يجي يقول لي انسان اعدادي ويركب دقني ويعدي؟ ايه يا عم انت مجنون؟ ايه الدقن دي؟ انت من الاخوان البدائيين؟ وجدوا طب ثانية واحدة بقى، احنا عايزين نعرف ايه اللي جاب حضرتك هنا. انا كنت قاعد في الكهف بتاعي وباكل وفجأة النار قطعت. ايه ده؟ النار بتقطع عندكم زي عندنا؟ الاحمال مرتفعة والمؤشر كان على الاحمر. معلش معلش. ودا ايه؟ تاكل؟ مش انتوا بتاكلوا بني ادمين؟ كل حماتي دي مش عايزينها. دي كلها عظم والعظم هيقف في زورنا. عرفت طلبك. كل البقرة دي كلها شحوم ودهون وهتكبس على نفسنا مش هنعرف ننام بالليل. كل المزة دي ما تتاكلش، دي ناخدها معانا الكهف ونطلب دليفري. والله بيفهم. ماشي ولا ايه؟ طب نط من هنا. نط من هنا داخل الدولاب تاني. طيب مع السلامة. مع السلامة. يا ده الدولاب ده عجيب جدا يا جماعة. يبقى احنا دلوقتي ندور على المفتاح. صح. ها؟ ونخرج ويا دار ما دخلك شر. ما دام ما فيش اي حاجه حصلت في البيت عندكم، الدولاب كل شويه بيطلع ناس. صح ولا كله دور على المفتاح. ندور اهو. بقول لك ايه، علبه مجوهرات اللي في الدولاب دي. نخش جوه الدولاب نجيب العلبه ونتكل على الله. تمام يا معلم، حلوه الفكره بتاعتك دي برضه. تعال المجوهرات جوه. ربنا يستر. ربنا يستر. فين المفتاح؟ فين؟ انا عايز المفتاح، عايز اخرج من المكان ده. المفتاح راح فين يا رب؟ المفتاح فين؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ مساء الخير. مساء النور. انت صاحبك كريمه؟ لا وقع منها. يا ولد انت جامد. بس بقى يا شقي بقول لك ايه. ايه؟ ممكن رقمك؟ رقم ايه يا راجل انت؟ ده انا واقف قدامك بالروب. ايه شباب اليومين دول لسه عايز الرقم؟ بقول لك ايه، انا شفتك في حته قبل كده بس مش فاكر فين. لا ما شفتنيش اكيد يعني. لا شفتك. لا لا مش انا اكيد. لا انا عرفت انا شفتك فين. يا ماهر الكلب. كريم ده انت مدوخنا. اسمعك ايه؟ اسمعني بس يا كريم. ده انا هقسمك اتنين. لا يا كريم مش هتعرف تعمل لي حاجه. انا الساحر ماهر العظيم، اعمل لك السحر الاسود. بلاش الاسود عشان مش بحب. اعمل لك السحر البينك. البينك يبقى حلو عليا ويلم جسمي. انا بعمل لك سحر مش بعمل لك جلابيه. جوزك يا هاني دلوقتي قطه ارنب اي حاجه بقى مطيع دلوقتي، اي حاجه تطلبيها منه يعملها على طول. انا مش مصدقه نفسي. لا صدقي. طب خليه كده يتنطط. يلا اتنطط يا اعلى فوق. خليك ناطط بس بقى يفضل كده. لا انجز. ها خلاص وقف.
طب خليه يلطم. يلطم على وشه. اقول لك اعمل عيل صغير. اعمل عيل. دي اسهل حاجه عندي. ما بتصدق انت. خليه يعمل حاجه تانيه. خليه يغني كده. غني. اه زي بعض انتوا الاتنين زي بعض، انت خاين وهي سفله. خلاص ارقص. اه ايه شريهان؟ ايه ده؟ يا معلم. يا معلم لقيت المفتاح. لقيت المفتاح يا بلد. دار العلبة. دار العلبة. لقيت العلبة والمفتاح. المجوهرات ايه؟ دي اللي نخبيها. ايوه طب ده الازهر المفتاح. خب العلبة. ايه يا تظهر المفتاح اهو. خب العلبة. ايوه كده. ها المفتاح اهو، اتفضل افتح لنا ويلا كله يروح بقى. كله ايه ده؟ ايه ده؟ انت رايح فين انت؟ يلا نمسك على الله. لا لا مفيش الكلام ده، انت لازم تفجر لي الدولاب ده. انا عايزه متريليون. Where creates the light and makes an arrow so that a woman in world. Where oh ow so can make us pretty large and make family rights and follow the right hand with a boa. So where sing it says when if I'm going count on let it let it so sweet and Aaron says swallow blowing it when it so where So words, sing it bronze and ignorant the sun and lower get a plumage in England and what's in the world. قال لك ايه يا ولا فهمت حاجه. So we can bring an eagle log in this is when in hair. Come on and promise an easy one on like if home on the watch and eagle is what a laren. Four. معلم هيموت من الهوا يا اخوان. Switch it to bronze and eagle is one on Larry Hannah. Oh. Oh, this way in a way. قال ايه يا حد فاهم؟ ايجوين لومريجيس از وينين ايرل شيني وينس از وان اوار؟ ها؟ عارف؟ تير سوار صح تيجن اوار ذا ميسر This one in long and it just is make a bullshit error. Huh? So what? Yeah, the ball! Yeah, the ball! The ball! The ball! Yeah! The ball! Sir, seeing a long and ace and hair. So what? Begin it to what it was. ده انت اسطوره يا كم. اه
ريجن اي ولوريان اي 27. لا بص انا بعت لك اللي يتصرف معاك. انا سلبة. ايوه يا معلم. واحد زيك مش فاهم فهمه. لا ما تقلقش ده انا مشهولك ده. وريني. لا في ايه يا سو ووتر برونسون اي 61 لوركن اي فور وان ليجاسي 1 اوكي سو سي سي سوك بريزن اي سي سنير لوركن ايرون ليوناردو دي كابري تامر عاشور تامر Swear it like it's this nigga from one that you wearing. Yeah, sipping cigar. Hamad Ahlan. So what you make Lorian is this one and Lorian Egan Moran and it's this one and Lorian Julia Roberts. Boosie. Adi? Nahar Manda. Dan ta'ay ma'afas ha. Tab khuk ginay. Habbil aliyat. اهو طلع من الفيوم ولا ايه عامل لي قرد وهو اصلا من بطرشين هنا تعرف تمشي امشي لك خالص بقى يا معلم يلا ولا برنس بقى يا حلوه يا شايله البلاص من فضلك يلا اسقيني ده انا قلبي بيحبك واخلاص زي ما احبك يا هي كده يلا يا جماعة أنا متهالي كده كفاية قوي ونتكل على الله. يا دار ما دخلك شر. مع السلامة. أهلا يا حاجة. ازيك يا حبيبي؟ تعالي يا حاجة أنت إيه اللي جابك هنا؟ والله ما أنا عارف. تعالي روحي يا حاجة الباب اتفتح تعالي. سلام عليك. مع السلامة يا قمر. مع ألف سلامة. سلام يا ولية. إيه ده؟ إيه؟ ده أنت طول بعرض وتهد الأرض. مش قوي يعني. ما بتفكرش تخش دنيا؟ أنا لو اتجوزتك هخش دنيا. ياه مالك؟ الدنيا جت عليا. اوعي. طب امشي بقى يلا. ليكي في اللي انت فيه. يلا 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 انت أي حاجة تاخدها في إيدك وأنت ماشي. خدوا وقعت منكوا دي. متشكرين والنبي يا معلم. والله العظيم متشكرين، مش عارفين نقول لك إيه. سيب لنا حاجة حلوة هنا. ايه يا قمر؟ ايه يا جميل يا طعم؟ خد اقول لك هنا حاجه يا طعم. تعال. اجي يا ستي، جيت. ايه ده؟ ايه؟ انا عارفاك. ايوه. انت ماهر الساحر؟ ايوه انا ماهر الساحر، ايه ده؟ ده انا مشهور بقى. انت مش بس ساحر، انت بطل. ده انت اللي بطل. انا اللي بطل؟ خدي تعالي عايزك. انا اللي كسبت. راجل مقطف. ما يعملش اي حاجه. مش ايه ده؟ طب بصي مراتك بتخونك. يا راجل مراتك بتخونك معايا، مراتك بترتاح معايا. اذا كنت انا برتاح معاك مراتي مش هترتاح معاك. عليا النعمه انت راجل قفص. ايوه يا عم. يلا بينا يا قمر. يلا قدامي. يلا يا ابن المحظوظه، خدت الزلابيايه وسبتني انا مع عربيه الكشري هنا. ازيك يا قلبي؟ بقول لك ايه يا حبيبي؟ أيوه. الليله كانت جميله وزي العسل والله. الحمد لله سطرنا العيال يا حاج. بس بقول لك ايه؟ مش ملاحظ ان في حاجه غريبه؟ ايه؟ الناس اللي عماله تخرج من الدولاب دي اه وربنا ما فاهم ايه الحكايه دي. ده كلام بص احنا عايزين البوليس. بوليس؟ اه. مين؟ بوليس. ايه ده؟ انت واكله ايه النهارده؟ واكله كرنب؟ برنامج اطلب واتمنى؟ ايوه انا جاي اهو. السلام عليكم. ايه ده يا جماعه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ احنا اللي المفروض نسال حضرتك ايه اللي جابك هنا. معرفش انا كنت نايم في عربيه البوكس. ايه ده؟ انت اللي كنت نايم في عربيه البوكس تحت البيت؟ لا هو عربيه البوكس اللي كانت تحت البيت. لما انا بعربيه البوكس تبقى دي عربيه الترحيلات. حلوه. والله بجد يا جماعه انا كنت نايم في عربيه البوكس اللي تحت البيت، فجاه نمت صحيت لقيت نفسي هنا. في حد ينام وهو في الشغل برضه؟ يا عم عادي ما كل الناس بتنام وهي في الشغل، وبعدين انا حطيت الخطه وشفت الحراميه وهم نازلين من عندكم وقلت للعساكر بتوعي هجوم اف ام. بقول لك ايه؟ الناس دي بقى لسه نازله من عندنا. حلوه. لم ولم لساني. يمين الله لسه
نازلين من عندنا. احترمنا. اتفضل يا حضره الضابط انا هوصلك بنفسي. اتفضل. ليه ما الراجل ده بيقول ان الناس لسه نازله من عندكم؟ يا سيدي مالكش دعوه بالراجل ده، ما انت مالك. لا انا لازم اجيبهم واعرضهم عليكم بامانه. يا 7 9 اعمل ايه؟ ميعاد عشاء. يبقى نتعشى سوا. انت راشي فايبك يا برد. يا جماعه والله لازم نجيبهم ويتعرفوا عليكم دلوقتي. يا شاويش مرغني، انت يا شاويش. اهلا وسهلا. انت مين؟ انا مين ايه؟ انت مين؟ انت ما تعرفش انا مين يا ابني ولا ايه؟ لا ما اعرفش انت مين. انا وزير الداخليه يا حبيبي. باشا منور. انا وزير الداخليه يا بابا. يا باشا ما انا قلت لحضرتك ان كل حاجه زي الفل والعمليه ماشيه زي الفل. عمليه انا جاي اشوفها بنفسي يا حبيبي. يا باشا منورنا والله العظيم. لا بس انت ظابط كويس. الله يكرمك. قال عليك كلام زي الفل في الداخليه. ربنا يخليك. برافو. انت خريج دفعه كام؟ 2001. انتوا كام واحد؟ كان هم 2000 وانا واحد يا فندم. 2000 وانت الواحد. بالزبط. ما شاء الله الدفعه بتاعتكم كويسه. الحمد لله. الدفعه بتاعتكم دي كلها ظباط؟ كلكم طلعتوا ظباط في الدفعه؟ الحمد لله. مفيش دكاتره، مفيش مهندسين، مفيش. كلكم ظباط ما شاء الله. ما شاء الله عيلين، برافو. لا وفي 3 نجوم على كتفك اهو ما شاء الله. وعبال ما يبقوا 5 نجوم ويبقى عندك جاكوزي وسبا وساونا تبقى حاجة هايلة. ربنا يخليك. بعد كده تفسح حيالك على كتفك، ما تودهمش بعيد. جيبهم كده تلاعبهم وتمشيهم. ربنا يخليك يا فندم. لا هايل. الله يخليك. انا عايزك تشتغل كويس. يا فندم بتأمرني. جايب نفسي ها؟ يلا مشتبهين انت مشتبه. حاضر. سرعة يا ابني. يا جماعة اتفضلوا، الباشا هيخرب بيتنا اقسم بالله. سرعة يا ابني. حاضر. يا عليوم الاسود. اتفضلوا. يلا يا مهوري. سعادة الباشا. سعاده الباشا والله انا كنت ماشي في الشارع يعني، لا بيا ولا عليا انا والواد الغبي اللي معايا ده. سيادتك انا نجار يعني، وهو وبعدين يعني لقيتهم بيقولوا لنا اطلعوا الباشا عايزكم يعني، لكن احنا لا لينا في الطور ولا في الطحين سيادتك يعني. مش كده يا يا باشا؟ استاذ كريم. حضرتك استاذ كريم تقدر تتعرف على المشتبه فيهم دول؟ طبعا. بص حضرتك انا هقول لك. حضرتك الاستاذ ده والاستاذ اللي هناك ده شكلهم حراميه وباين عليهم جدا. انت ماسك عليه ايه يا حراميه؟ يا سعاده الباشا مش حراميه ولا حاجه سيادتك يعني، ما فيش اي حاجه سرقت في البيت واحنا كنا ماشيين يعني. معقوله حراميه يبقى واضحين قوي كده؟ مش معقوله يعني يا باشا. طب والاثنين اللي هناك دول؟ لا يا باشا احنا في شهر العسل، مالكش دعوه بينا. ايه ده انت لحقت؟ متسرع قوي انا، حبينا نعيد جبنا سيد. بص حضرتك انا هقول لك، حضرتك شايف حضرتك اللي هناك دي؟ انا اول مره اشوفها. وحضرتك شايف الراجل ده؟ اول مره اشوفه. بالظبط كده، انا اول مره اشوف جيجي ومرات الشفيفه العفيفه دي اول مره تشوف. ما حلو قوي. ساعة